عبد الفتاح السيسي ليس مثيرا للسخرية، بل يدفعكم دفعا لتسخروا منه حتى يتقلص حجم الدمار الذي يخلفه في أعينكم. ولو فهمتم حقا ما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر لاعترفتم بأنه من أذكى 100 شخص في العالم الآن برعاية من وظفه لهذا المنصب. يسأل أحدهم من أكثر المستفيدين من وجود عبد الفتاح السيسي في السلطة، فيجيب آخر بتوع الكوميكس، ولكنها للأسف إجابة أرادها السيسي أو أرادها من خطط له. تحدثنا ونكاد نتحدث كل يوم عن الصورة التي صنعها عبد الفتاح السيسي لنفسه ولمصر، ما جعل الجميع دون استثناء حتى من يفتقدون حس الفكاهة يسخرون مما يحدث. ولكن هل هذا الحال المثير للسخرية الذي صنعه السيسي حدث دون قصد، أم هي صورة يريد الرجل تصديرها للعالم وللشعب؟ ليس السيسي بالأبله كما يعتقد الكثيرون، بل ربما سيكتب عنه في صفحات التاريخ أنه ضمن الأذكى في العالم. لم يكن عبد الفتاح السيسي ذلك الأبله عندما كان وزيرا للدفاع فترة حكم الدكتور محمد مرسي، ولم يكن ذلك الأبله في الفترة الانتقالية التي صنعها عندما كان عدلي منصور على رأس السلطة، ولا يوجد أبله من الأساس يمكن أن يصل به الحال أن يرأس جهاز مخابرات في العالم، فما بالك بالمخابرات الحربية المصرية؟ لكنها صورة صنعها السيسي لتشويه صورة مصر، وحتى يعامله الجميع على أنه أبله وفاشل وليس مفسدا أو ذكيا يتعمد الفشل والتدمير. نجح السيسي في ذلك بتعاون الجميع وأولهم المعارضة المصرية. وعلى كل شخص أن يسأل نفسه قبل أن يسخر من عبد الفتاح السيسي، كيف لشخص مثير للسخرية أن يقنع جماعة الإخوان المسلمين في أعلى قيادتها، وهم الذين طالما عادتهم المؤسسة العسكرية والمخابرات وحاربتهم، أنه رجلهم الوفي، بل وأقنع العالم أجمع أنه كان يعمل على أخوانة المؤسسة العسكرية حتى ناله نقد الإعلام والمعارضة حينها، فاندس وتمكن مثبتا بذلك قدرته على مخادعة الجميع؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن يقود انقلابا من أنجح الانقلابات العسكرية في التاريخ ويورط فيه الشعب والقوى المدنية والجيش والشرطة والقضاء، بل ويقول لهم فوق كل هذا: أنتم من أتى بي، ولو أردتم مني البقاء للمزيد من الوقت فسيكون بشروطي؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن يقنع العالم أجمع وهو منفذ أسوأ انقلاب عسكري في التاريخ الحديث وأحد أشدها دموية أنه لا يريد السلطة ولا الحكم، ثم يتولى منصب الرئاسة 97% بعدما ظن الناس أن هذه النسب ماتت مع مبارك، وأن عسكريا لن يتولى زمام السلطة في البلد بعد 25 يناير؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن يأخذ قرابة 33 مليار دولار من الخليج ومليارات أخرى من البنوك الدولية بمجموع أكثر من 50 مليار دولار، وما زال العالم يعطيه أكثر رغم أنه انقلابي، وأن الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي لم يستطع أن يتفاوض على عشر ذلك المبلغ؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن ينجح في أقل من 2 سنين من حكمه في إعادة ترسيم خريطة مصر وحدودها التاريخية التي لم تتغير منذ عشرات السنين، بل ويسلم أرض مصر وثرواتها الطبيعية، ثم يسجن من يرفض التفريط في تراب مصر ومائها وغازها على أنهم خونة يحملون علم مصر في مظاهراتهم؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن يحفر قناة السويس موازية في سنة واحدة من أصل 3 سنوات استأجرت فيها مصر كل حفارات العالم وأنفقت فيها مليارات الدولارات من جنوب المصريين دون أدنى عائد مادي، لتصبح الجغرافيا الجديدة حاجزا مائيا ضد الجيش المصري في حال أي عدوان، ولا يستفيد منها سوى جيش الاحتلال الإسرائيلي في صورة فكر في مهاجمة الأراضي المصرية، ما رفضه كل حكام مصر وعسكريوها السابقون، وسارع السيسي في تنفيذه بمجرد وصوله إلى السلطة؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن يحول الجيش المصري من خير أجناد الأرض في مواجهة المحتل والعدو وحماية الحدود إلى أسوأهم بتغيير عقيدته وجعله يهاجم المساجد أبناء شعبه في الشوارع، ثم يفرغ بعد ذلك لبيع الكعك في الشارع واحتكار لبن الأطفال بعد افتعال أزمة سوق، ليحتكر أيضا السبوبة دون كل التجار في البلد؟ كيف لشخص مثير للسخرية أن يجهز كل الظروف المواتية لتصبح مصر ضعيفة فقيرة عاجزة عطشة بعد التفريط في حصتها من مياه النيل لصالح حلفاء إسرائيل في دول المنبع
بينما يلهو هو بالتجول على دراجة وينشر إعلامه المشهد على أنه علامة أمن وأمان.